سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو كيف العاده، الا كنت اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو. ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق ديالكم. الا مازال ما دخلينش عندي الانستغرام غادي نخلي لكم هنا، دخلوا اشتركوا عندي، خليوا لي كاع التساؤلات ديالكم. الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه رائعه ولذيذه بزاف، كتجي شبيهه بالبسطيله، يمكن لكم تحضروها وديروا فيها الحشوه اللي بغيتوا بحال البسطيله في المقلاه، يعني سهله كتحضر بسهوله ما فيهاش قوه تعقيدات. وانا غنعطيكم واحد الحشوه اقتصاديه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. يمكن لكم كيف قلت لكم تستعملوا اي حشوه متوفره عندكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، بالنسبه للفطائر اللي غنوجدوا على شكل كريب، غادي نحتاجو فيهم هنا واحد البيضه تكون بحال هاد الغرفه، غادي نحتاجو كاس ديال الماء، عندي هنا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح مع الدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للحشوه اللي غادي نحتاجو، عندي هنا اوراق ديال الخس اللي مغسولين بطبيعه الحال جيدا، عندي هنا شويه ديال القزبر ومعنوس، عندي شويه ديال الكفته، غير كميه هكا ديال الكفته، يمكن لكم تعوضوها بالدجاج ولا بلادان اللي متوفر عندكم. عندي هنا لي زيبينار ولا السبانخ، عندي واحد الحبه ديال الطماطم اللي قطعتها بحال هكا بزريعه وقشره ديالها قطعتها مربعات، عندي هنا شويه ديال لاموطارد، يمكن لكم تعوضوه باي صلصه متوفر عندكم يمكن لكم تستغناو عليه. وهنا عندي واحد الحبه ديال البصل صغيره مقطعه، ونص حبه ديال الفلفل الحمراء مقطعه، وهنا عندي زيت الزيتون، شويه ديال الملح، هادشي في الحشوه، شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الكمون، وشويه ديال البابريكا ولا التحميطه. وبالنسبه باش غادي نحمروا هذيك الفطيره، غادي نحتاجوا هنا عندنا الجبن المفروم، عفوا الجبن المبشور اللي انا هنا استعملت الموتزاريلا وشويه ديال الايطام، يمكن لكم تستعملوا اي جبن مبشور عندكم. وهنا عندي واحد البيضه، دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديرو هاد البيضه، غادي نضيفو ليها زيت نباتي، قلت لكم تقريبا واحد جوج معالق كبار مملوئين جيدا، غادي نضيفو هاد الكاس ديال الماء، غادي نضيفو القليل من الملح، وغادي نضيفو القليل من الفلفل الاسود، غادي نخلطو الكل جيدا. غير كيتخلط لينا الخليط جيدا وكنبداو نضيفوه في الدقيق تدريجيا حتى كنحصلو على داك القوام ديال الكريب. بعد ما كنخلطو جيدا، هذا هو القوام اللي كنحصلو عليه، تيكون خفيف قليلا. المقلات اللي كتكون سخونه وسخناها من قبل جيدا، غادي نجيبو القليل من هاد الخليط وغادي نديرو ليه بحال الا كنطيبو لكخيب، ودابا غادي ندوزو باش نصيبو الحشوه اللي غادي نحتاجو هنا شويه ديال زيت الزيتون، هنا غادي نضيفو البصله مع ديك الفلفله الحمراء،
غير كتهبط ليا هاد البصله مع الفلفله الحمراء، وكنضيف الكفته وهنا غادي نضيفو لي زيبينار ولا التبانيه. غادي نضيفو شويه ديال البابريكا ولا التحميره وشويه ديال الكمون والفلفل الاسود، وغادي نضيف القليل من الملح. غادي نضيف شويه ديال القزبر والمايونيز، وحتى الاخير كنضيف واحد المثلث ديال الجبن الاحمر، هذا كيبقى اختياري، يمكن ليكم ما تضيفوش. صافي راه الحشوه واجده، غير كي دمج لينا هاد الجبن وصافي كنطفيو على الحشوه. وهنا في الزلافه غادي نضيفو واحد البيضه، وغادي نضيفو القليل من الجبن ديال الادام مع موتزاريلا، يمكن ليكم تضيفو اي نوع ديال الجبن توفر عندكم. وصافي غادي نخلط الكل جيدا. وغادي نجيبو مقلاه الحجم اللي بغيتو، يمكن ليكم ديرو جوج ديال الفطائر صغار، انا هنا غندير وحده كبيره. غادي ندهن بزيت الزيتون ولا زيت نباتي اللي متوفر عندكم، وغادي نجيب لا كريب اللي وجدت ولا الفطائر اللي وجدنا. كيمكن ليكم ديروهم بالحليب الا ما بغيتوش ديروا الماء، ولكن حتى بالماء كيجوا لذادين. غادي ندير بحال كندير البسطيله، غادي ندير وحده هكا في الوسط، وغادي نبدا ندير الاخرين بهذه الطريقه. طبيعه الحال راه كيف كنطيبو وحده بوحده كنديروها في شي منديل يكون نقي مباشره، باش هكا كيبقاو محافظين لينا على الرطوبيه ديالهم. من بعد ما نوزعوهم بحال هكا، غادي نجيب شويه ديال الموطارد. كيمكن ليكم ديروا لاصوص الجيريان ولا اي صوص متوفر عندكم، انا هنا غادي نستعمل الموطارد، وبطبيعه الحال كيبقى اختياري، كيمكن ليكم انكم ما تستعملوا حتى شي صوص. وهنا غادي نجيب هاد الحشوه اللي وجدت، نحاولوا حتى هي نوزعوها. وهنا غادي نجيبو مطيشه اللي قلت لكم، غادي نوزعوها حتى هي، يمكن لكم حتى هي تشحروها الا بغيتو. غادي نجيبو الخس، حتى هو غادي نقطعوه بحال هكا، غادي نجيبو هكا شويه تاع داك الجوب اللي بقى لينا، وغادي نجيبو الجبن المثلث اللي غادي نقطعو بحال هكا، نمخصو هكا ونلوحوهم في وسط من الفطيره. انا استعملت هنا غير واحد جوج مثلثات،
صافي غادي نبداو نطويو بحال البسطيله بهذا الشكل. وهنا غادي نجيبو هاد الخليط اللي وجدنا ديال البيض مع الجبن، غادي نحاولو ندهنو به بحال هكا. نحاولو ندهنو حتى بين الاوراق بهذا الشكل وصافي كنوضعوها فوق النار حتى تحمر لينا. عاد باش نقلبوها على الجهه الاخرى، المهم دابا غنديرها فوق النار وبطبيعه الحال نوريكم مراحل المقبله. من بعد ما كنقلبوها بحال هكا غادي نديرو ندهنو المقله بالزيت، غادي نحاولو نقطعو عليها نخدمو بسرعه، ندهنو المقله بالزيت ونجيبو هاد الخليط كيعجبنا ديال البيض مع الجبن. وغادي نخليوها تحمر على الجهة الأخرى، راه دغيا كتحمر. هنا كتسالي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلا لايك والتعليق ديالكم، اللي مازال ما مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد كنزلو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.